يقول السائل: كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك للرجل ينام ساجدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صح؟ ثبت عشر ثم انقش. ولو قلنا ذلك نتكلم على أنه صح، نعم هذا لا ينفي أن يكون وضوء قد انتقد. ضحك له ليش؟ لأنه تحمل وتحامل من أجل أن يجتهد صدقا في التعبد لله جل في علاه، حتى غلبته عينه، فإن غلبته عينه فإن الله ضحك له لأنه خرج عن النظائر. الكل نام على الفراش وهو قام يسبح ويستغفر حتى نام ساجدا، قلنا وضوءك انتقد والصلاة لابد أن تعيدها إن أردت زيادة الخير، لكن اذهب الآن بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فنم حتى تقوى ثم استيقظ وأعد الصلاة. لا منافاة، يضحك له الاجتهاد في العبادة، وهذا لا يتنافى مع أن يكون الوضوء قد انتقد.